دائرة الإيمان واسعة، واسعتها هذه تفسح المجال للتنوع في شكل الإيمان ومظاهر ممارسته لدى الأفراد على شتى اختلافاتهم الفكرية والعرقية وحتى ظروفهم الثقافية. والانتقال من شكل إيماني إلى آخر تحكمه قدرة العقل على التنقل بين إيمان بالغائب المجرد وإيمان بالعيني المجسد. ففي مجتمع مثل المجتمع البريطاني يتنقل الفرد فيه من تدين إلى آخر دون أن تحده سلطة أو قانون، إلا سلطة العقل والقدرة على سبر كنه المجرد الغائب. فترى المسيحي يصير مسلما أو بوذيا أو سيخيا، والعكس صحيح، وإن اختلفت نسب المتنقلين عبر دوائر الإيمان هذه. Jesus said, I'll give you another commandment. Is that, that you love one another. Is that